الدولي بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي. وننتهز هذه الفرصة للتأكيد على ضرورة تطوير آليات العمل العربي المشترك، فحيث لا بد لنا من التفكير وبعمق في مقاربات جديدة إزاء معالجة الأزمات المشتعلة حولنا والتي تصيب في مجرياتها وتداعياتها أسس أمننا بمجمله ومستقبل السلم والأمن الإقليمي، كما تؤثر على السلم الدولي. ولا بد لنا مجتمعين أن نعمل معا لتجاوز تحديات الأمن والسلم والاستقرار، لنضع أجندة مستقبل جديد محاورها التنمية والازدهار والعمل الاقتصادي المشترك. لا بد من أن نخرج من دائرة قضايانا الصعبة إلى عالم أرحب وأوسع. أصحاب السمو والمعالي، تظل القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الأوسط ملفا مركزيا نحمله في كافة لقاءاتنا الثنائية والإقليمية والدولية كأولوية لنا. إننا نعتقد أن استمرارية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وغياب آفاق حل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة غير المنقوصة على خطوط الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية وفق القرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، عامل أساسي لدعم الاستقرار الإقليمي. كما نؤكد رفضنا الكامل لجميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وكافة الإجراءات أحادية الجانب التي تستهدف تغيير التركيبة الديمغرافية والجغرافية لمدينة القدس والمساس بهويتها وبالمقدسات الإسلامية والمسيحية، واستغلال الظروف التي تمر بها المنطقة لتسريع وتكثيف سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وإنشاء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة في محاولة شرعنة للاحتلال وخلق واقع جديد. ونجدد تأكيدنا بأن المنطقة العربية لن تنعم بالأمن والاستقرار طالما استمرت هذه القضية دون حل، واستمرت المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في ظل الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية وسياسة الاستيطان، والتي نرى أنها السبب الرئيس والمباشر لاستمرار فشل وتعثر عملية السلام. كما أننا يجب أن نعمل بصورة أكثر مرونة وفاعلية على عدد من المحاور التي تحقق لنا نتائج سريعة مرضية لأمننا القومي المشترك. ففي الشأن السوري علينا احتواء الأزمة السورية وتداعياتها ووضع الحلول السياسية المناسبة لها لتجنيب الشعب السوري المزيد من المآسي والمعاناة الإنسانية، وبما يفضي إلى التخلص من الجماعات الإرهابية والمتطرفة. وعليه فإننا ندعم مفاوضات جنيف استنادا إلى مقررات جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254 والبيانات الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سوريا، بما يعيد الأمن والاستقرار إلى ربوع سوريا ويلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري. ونؤكد مجددا أن الحل السياسي المستند إلى سلطة انتقالية هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع الدامي، وأن أوهام الانتصار ستضمن استمرار هذه المأساة المروعة. كما نرحب بتبني مجلس الأمن القرار 2268 بشأن وقف الأعمال العدائية في سوريا وإيصال المساعدات للمناطق المحاصرة، ونؤكد دعمنا لهذا القرار لما يعطيه من أمل للتحسن الفوري لوضع الشعب السوري. ونطالب أيضا كافة الأطراف بالتطبيق الكامل لمبادئ القانون الإنساني الدولي، لا سيما فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية دون عائق أو شرط للسكان المتضررين. ونبدي قلقنا في هذا الجانب، حيث تشير التقارير إلى شح وصول المساعدات الإغاثية في هذا الوقت. ونتطلع في الوقت ذاته إلى استئناف مفاوضات جنيف 3 لوقف النزيف وإيجاد حل سلمي سياسي للأزمة السورية
مع دعمنا الكامل للجهود الأممية وبخاصة جهود المبعوث الأممي لسوريا لإيجاد حل لتلك الأزمة. ونؤكد على أهمية الالتزام الكامل بدعم الشرعية الدستورية في اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، ونؤكد على أهمية الحل السياسي في اليمن والذي يجب أن يستند على أسس ومرجعيات واضحة تتمثل في مظلة الشرعية والمبادرة الخليجية وإعلان الرياض ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الجامعة جامعة الدول العربية ومجلس الأمن وبخاصة القرار 2216. ونعبر عن دعمنا لجهود المبعوث الأممي لإيجاد تسوية سياسية تقوم على هذا الأساس في اليمن، ونؤكد أن الحل السياسي الذي يجمع اليمنيين دون تهديد بالميليشيات والسلاح هو الإطار السوي للخروج من أزمة هذا البلد الشقيق. ونؤكد في الآن ذاته على أهمية تضافر الجهود لمساندة أشقائنا في اليمن على تجاوز ظروفهم وأوضاعهم الإنسانية القاسية وتخفيف معاناتهم ومساعدتهم في بناء مؤسسات الدولة حتى يتحقق الأمن والاستقرار في ربوع اليمن الشقيق. ونؤكد أيضا على ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا والحفاظ على استقلالها السياسي، وضرورة الالتزام بالحوار الشامل بين القوى السياسية النابذة للعنف والتطرف، ودعم حكومة الوفاق الوطني التي أشرفت عليها الأمم المتحدة. ونطالب كافة الفصائل الليبية بالعمل على سرعة تنفيذ اتفاق الصخيرات والالتزام به، كما نتابع بقلق تمدد نفوذ داعش على الأراضي الليبية مما يستلزم مضاعفة الجهود الدولية لاحتوائه ودحره. ونؤكد على استقلالية المسار السياسي من مسار مكافحة الإرهاب ودحره مع إدراكنا لعوامل التأثر والتأثير والتي لا يمكن تجاهلها. وأخيرا ونحن نسلم الأمانة لمملكة البحرين الشقيقة، نأمل أن نكون قد وفقنا بالوفاء بالتزاماتنا، مؤكدين حرص دولة الإمارات حكومة وشعبا على توثيق أواصير المحبة والأخوة والتعاون مع أشقائنا العرب، ودعمنا الكامل لطموحات وأماني وقضايا الأمة العربية، معربين عن استعدادنا لتقديم كل ما من شأنه الإسهام في توجيه بوصلة المسيرة العربية نحو التقدم والاستقرار والرخاء والازدهار. يسرني سيداتي سادتي أن أنقل الرئاسة إلى الشيخ خالد الخليفة وزير خارجية مملكة البحرين. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن على بركة الله افتتاح أعمال الدورة العادية 145 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السمو والمعالي والسعادة الإخوة الوزراء ورؤساء الوفود، معالي الأخ الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، معالي الأخ أحمد بن حلي نائب الأمين العام، السيدات والسادة الحضور الكرام، اسمحوا لي في البداية أن أعرب باسمكم جميعا عن خالص الشكر والتقدير لأخي سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة الشقيقة،
ولأخي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة الشقيقة على ما قاموا به من جهود عظيمة خلال ترأس الإمارات للدورة السابقة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، ولدورهم المتميز في الوصول إلى آليات جديدة وقرارات ومواقف هامة كان لها الدور الكبير والإيجابي في عملنا العربي المشترك. والشكر موصول لمعالي الأخ الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية وجميع منتسبي الأمانة العامة على جهودهم المقدرة في التنظيم والمتابعة والإعداد الجيد لأعمال هذه الدورة، معربا باسمكم جميعا على عن عميق التقدير والامتنان للدكتور نبيل العربي بمناسبة قرب انتهاء مهمته كأمين عام للجامعة، ولما قدمه من عمل مخلص ودؤوب خلال السنوات الخمس الماضية في خدمة عملنا العربي المشترك، وما حققه من إنجازات في مرحلة من أصعب وأدق المراحل من تاريخ أمتنا، متمنيا له كل التوفيق والنجاح. كما أغتنم هذه المناسبة للترحيب بكل من أخي معالي الأخ الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، ومعالي الأخ خميس الجهناوي وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية الشقيقة، ومعالي الأخ أسلكو ولد أحمد أزيد بيه وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، الذين يشاركون في اجتماعات المجلس لأول مرة منذ توليهم لمناصبهم، وأني على ثقة بأن وجودهم بيننا ومساهماتهم ستثري المناقشات في مجلسنا الموقر. ويشرفني ترأس أعمال المجلس في دورته 45 بعد الماء، والتي يحفل جدول أعمالها بالعديد من المواضيع الهامة التي تمس مصالحنا ومصيرنا وترمي إلى تعزيز عملنا المشترك ودعمه لما فيه صالح دولنا وشعوبنا، آملاً أن تتكلل أعمالها بالسداد بعون الله تعالى وبفضل تعاونكم جميعاً وتحقيق ما نصبو إليه من أهداف ونتائج في خضم صراعات وتناقضات ومصالح أقليمية ودولية متشابكة توجب دعم كل الجهود المبذولة حالياً لإصلاح جامعة الدول العربية وتطوير آليات العمل فيها حتى تصبح منظمتنا أكثر فاعلية وأقدر على مواجهة ما يعترض سبيلنا.